المغرب ينتقل إلى إجبارية التلقيح لتسريع وتيرة الحملة الوطنية ضد فيروس كورونا، بالرغم من أن السلطات المختصة في المغرب وعلى رأسها وزارة الصحة أكدت على لسان الوزير خالد آيت طالب بأن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا داخل المملكة ليست إجبارية، إلى أن التطورات الجارية على أرض الواقع تخالف التصريحات الرسمية أمام عدسات الكاميرا. ووفق ما توصلت به القناة من مصادر متفرقة، فإن أعوان السلطة في مختلف مدن المملكة تلقوا تعليمات تطالبهم بحث المواطنين على التنقل إلى مراكز التلقيح من أجل أخذ الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، بالرغم من أن نسبة من المواطنين المغاربة عبروا عن الاحتفاظ بحقهم برفض اللقاح بناء على ما صرحت به وزارة الصحة.